أنا سيدة ومسلمة والحمد لله والدين لله والوطن للجميع، والكل عارف ذلك وعارف مواقفي، وفي الوقت نفسه غير محجبة وده معروف خلاص، ورايحة هذه السيدة في إنا، وكل الناس اللي في المؤتمر حاطين ايدهم على قلبهم لاني احد مجموعه من السلفيين. انا مسلمه والاسلام عندي التسامح، والاسلام عندي هو السلوك وهو العمل وهو الحق وهو الخير وهو الذي اعز المراه، كل حاجه ده الاسلام، عشان بس ما حدش يبقى متعصب يدينا من الاسلام اشياء مش متواجده، يعني ده اساس. ورحت وكان خطاب جيد جدا للناس حوالين العمل وحوالين المشاركه وحوالين الثوره وحوالين كل شيء. كان هناك 35 واحد من السلفيين قاعدين. وانا قلت هو يعني ده المؤتمر، كان هتنهولك على الشاشه، حطولي على كل الشاشات لو سمحت. اي كان كلامي الاساسي، كان كلامي الاساسي في خطابي الديني، سلفيين قالوا الشريعه الشريعه مصري اسلاميه اسلاميه لامريكيه حاجه كده. فقلت له والله ده لامريكيه ولا شرقيه ولا روسيه ولا عسكرية ولا دينية، ولكنها مصرية مصرية مصرية. راحت الناس مسقفة، قلت لهم يا جماعة يلي انتوا كنتوا بتعصوا، يعني بتقولوا ان الوالي لابد اننا يعني الوالي ده لازم نطيعه، لا طاعة عدم الخروج عنه. قلت لهم ربنا امرنا من يعني والناس امرتنا من رأى منكم منكرا فليغيره، مفيش حاجة اسمها اطيع والي في معصية واطيع والي خان وعمل وعمل وصدر الغاز. وقلت كل ده لما قلت ده وابتديت اقول ده حتى عمر بن الخطاب قال انه ان البغله اللي تعثرت في العراق انا مسؤول عنها. تخيل وقتها حد ضربنا، انا ما شفتش لان انا منفعله، فقالوا ان دي كانت فرده شبشب. فانا فرده شبشب؟ فرده شبشب، حد رماكي بفرده شبشب؟ فانا قمت في الوقت ده الناس كلها قامت، الناس كلها قامت عايزاني امشي. فانا يعني ايه نمشي؟ فيش مشي. يا عيني كل الناس والمؤتمر يقول لك ايه دي بلدنا ودي متخلفه. قلت لهم ما هو احنا السبب، دي بلدنا ودي متخلفه وامشي يبقى هيستمر ده موجود، يعني هيستمر ده موجود لان احنا اللي غبنا. انت غبت في خطابك سواء مستوى الدوله اللي غابت في خطابها الاسلامي المتسامح والدين المتسامح، وسواء غياب القوى السياسيه وترك يعني ظلام يكون موجود ونتحجج ونقول من فضلك علشان هيضربوك. وقفنا اضطريت طبعا يعتذر وقال هذا الرجل ليس منا وليست من ادبنا. ونحن لان انا اول كلمه قلتها الدكتور ممدوح حمزه قال له هل هذه يعني الضيافه او هل هذا، انا قلت له بقى هو قال يعني. قلت له ده اداب الحوار؟ قلت له يعني ده لو كنت فظا غليظ القلب يعني لانفضوا من حولك. تخيل في الاخر قاموا واصروا يمشي، ما حدش مشي. ال 35 قاموا لمده ثلث ساعه رافعين المصاحف على اساس احنا نمشي. ما مشيناش. مشوا وبعدها انا قعدت فاحد الناس بيعلق قال اصل حضرتك بيقولوا قلت عمر بن الخطاب دون ان تقولي سيدنا عمر بن الخطاب. هو لم يجد في كلامي في خطاب. فواحد تاني قال تتحدث بالدين وتتحدث يعني بشكل صحيح ولكنها متبرجه. يعني فانا قلت لهم هو لم يجد شيء حاورني جادلني، انت ما لقيتش شيء فمشيت. على مدى ساعتين بعد هذا المؤتمر هل تتخيل يعني كان حوالي 250 مش ال 35، عارف الناس قعدت وقالت ايه؟ قلت لهم الاسلام والشريعه الدين ده منزه والقران ناخذ منه ونضع قوانين علشان لان ابتدى واحد يسال يقول لك ايه؟ السماد غالي. فبدانا نقول ان ديننا يعني بيخلينا كده بقى نقعد نحط احنا وانت السماد ما يبقاش غالي ازاي؟ التعليم يبقى مجاني ازاي؟ الصحه تبقى ازاي؟ يعني اللي انا بقصده انا فكرت في لحظه وفكرنا كلنا، عارف لو كنا مشينا كان خطا واجه. احنا مش ولان البيتين اللي قاعدين ما مشيوش، احنا مش مختلفين، لكن كل القضايا اللي تم مناقشتها دي قضايا خلاص عفى عليها الزمن والوقت تطور وان احنا بنرجع لورا. ايه ده؟
يعني دي مسألة في منتهى التخلف وكده. لكن انت تواجدتي في مجتمع برضو اللي هو محافظة قنا ده من بالمناسبة انا رحت بعد كده المنيا ورحت ملاوي ورحت كل اهالي الصعيد ناس محترمة جدا ناس مستنيرة ومستنيرة وبتناقشة مرشحة دلوقتي في الجيزة مرشحة وبيتسموا بالايه بالرجولة والتعاطف مع المرأة ومساندتها تقول الصعيدة. لكن بعض الطيارات الوافدة اللي هي جاية من الخليج دي بتجرنا الى الخلف يعني مناقشة هذه القضايا انتهى انتهى. ما حدش بيقول لك في تجربه ان في مؤتمر الناس استمعت للعقل ولم تستمع للتشدد. هرجعك لحاجه ثانيه هي حاله التشدد في المجتمع وحاله العنف وحاله الانفلات وحاله العصبيه الزياده بتكاتفنا هنقدر نواجه كل ده. مش مساله تكاتفنا يا استاذ ابراهيم بس يعني لدقه المعلومات معدلات الجريمه في مصر وفقا للبيانات الاخيره لم ترتفع في المتوسط العام خلال الاشهر التسعة الماضية عن ما قبل 25 يناير. يعني خلونا ما نبالغش في ان احنا نوصف للناس صورة ما هيش حقيقية. في انفلات بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس المعلومة مش موثقة. لا 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 المعلومة مش موثقة. هنشوف عدد الناس اللي بيتم اغتصاب عدد الستات او البنات اللي بيتم اغتصاب. ما هو ده حضرتك كان بيحصل قبل كده يا استاذ ابراهيم حضرتك بس عدد انا اسف لا انا ازاي حضرتك دي معلومة مش موثقة. خليني بس اكمل انا مش مختلف. وسرعه السيارات كانت بتحصل. لا يا استاذ ابراهيم ممكن اكمل النقطه بعد حضرتك اكمل لا ما انا اللي انا هكمل اشرح لحضرتك الفكره. اتفضل. لان مهم جدا ان الواحد ما يبالغش في رسم صوره سلبيه جدا ما هياش موجوده على الارض على اكتر من مستوى. المستوى الاول واحنا بنتكلم عن وعي الناس. انا بتحرك على الارض طول الوقت بتحرك على الارض مش بس في الدايره ده اللي انا مركز عليه خلال فتره فاتت لكن قبل كده بتحرك على امتداد مصر كلها. انا اصلا من الصعيد ورحت الصعيد مرات كثيره جدا ورحت بحري مرات كثيره جدا وبتواصل مع الناس في اماكن كثير. انا بالظبط من ملاوي اللي كان مراحتها من بلد قبل ملاوي قريه قبل ملاوي. النخبه في الحقيقه زي ما الناس بتوصفها اللي بيكتبوا واللي بيتكلموا في التلفزيون ساعات عدد منهم بيغلط في ان هو بيقيم وعي الناس في الحقيقه دون مستوى هذا الوعي صراحه وحقيقه على الارض. ما نزلش انا اديلك مثل محدد جدا دكتوره هاله. انا بتناقش في دايره مصر الجديده مع فئات مختلفه. انا اؤكد لحضرتك ان الفئات محدوده الدخل وبين فئات محدوده الدخل غير متعلمين اكثر وعي درجه وعيهم السياسي في الكثير من الحالات اكثر ارتفاعا واكثر دقه من الطبقه الوسطى في بعض الحالات ومن من هم فوق الطبقه الوسطى في حالات اخرى وممن هم من المتعلمين في حالات ثالثه. احنا بنظلم وعي الناس لما بنتكلم بس عن التشدد والتطرف. موجود التشدد والتطرف وكان طول عمره موجود في مصر بس احنا ما نبالغش في تحديد مساحته. المستوى الثاني اللي احنا كمان احيانا قعدنا راي ان احنا بنبالغ في تقييم الصوره. احنا امام دولة متراخية صح. الدولة مش عارفة تدير المجتمع مش عارفة تدير شؤون المجتمع. في حاجات بتحصل في سوهاج وفي دمياط وفي كفر الشيخ وهنا وهنا وبتتكرر باستمرار والدولة ادواتها متراخية لا بتطلع القوانين اللي احنا عايزينها العزل السياسي ولا بتتحرك على الارض بجهاز امني قوي وفعال ولا عارفة حتى تتفاوض مع قطاعات المجتمع المحتجة والمضربة. صح الكلام ما اختلفناش بس في نهاية الامر كل هذا لا يمثل كل ما نراه في مصر. في امور تانية في مواطنين مستعدين ومقبلين على مشاركه في عمليه انتخابيه. في مواطنين عايزين يسمعوا فعلا وما بيخافوش. وفي قطاعات واسعه جدا نفسها ان مصر ومدركه ان مصر مش هتستقر غير لو قعدنا صناعه مساحه طبيعيه للسياسه. البرلمان خطوه رئيسيه رغم كل المخاوف اللي عندنا. في ناس خايفه بس لازم نشجعها على المشاركه مش نخوفها اكتر. الحاجه الثالثه مره ثانيه معلومات معدلات الجريمه انها لم ترتفع عن ما كان قبل 25 يناير بتتواتر خلال الفترة الحالية. نستنى ما هو قبل كده كمان كان في حالات كثيرة جدا لا تسجل. كان في حالات كثيرة جدا ما نعرفهاش بس ما فيش داعي نبالغ ونصور للناس صورة مجتمع منفلت أمنيا تماما. في تحديات في دولة متراخية ودي مشكلة بس الحل الوحيد هو أن أنا مش أأجل الانتخابات ولا أنا أصرع الانتخابات. أنت نفسك حضرتك لا إله إلا الله الحل أنت نفسك حصل خلينا في الموضوع أنت نفسك حصل لك إيه؟ أنا بقول حاجة من عندي أنت نفسك حصل
85 مليون لو انا 85 مليون هو حضرتك انا 85 مليون واحد لا الحل الوحيد مش تاجيل الانتخابات حضرتك لما تدعو لتاجيل الانتخابات ما بين حضرتك لما تدعو لتاجيل الانتخابات ها الى ان تستقر الاوضاع اي واحد بيقرا التسعة اشهر اللي فاتوا يعرف ان الاوضاع لم تستقر الا لما اخلص من المرحله الانتقاليه الا لما اعمل مساحه طبيعيه للسياسه في مصر ليها شرعيه ديمقراطيه بصندوق انتخابات وليها شرعيه قانونيه بان القوانين بتنظم الانتخابات البرلمانيه تعمل برلمان يعمل تشريع ورقابه عدل عشان نعرف نجيب حكومه كويسه وتشتغل.